يصادف اليوم العاشر من أكتوبر الذكرى 14 لاستخراج البترول التشادي وتصديره في الأسواق العالمية. وحول أهمية هذا التاريخ فقد عدد لنا زميلة إشراق عبد الله رحمة التقرير التالي. يعد العاشر من أكتوبر لعام 2017 ذكرى افتتاح استخراج البترول من الحقول التشادية والذي مر عليها 14 عاماً، وحيث أن هذا التاريخ إنجازاً كبيراً للبلاد سيما قبل عام 90 بعد أن كانت البلاد تعيش في ظل ديكتاتورية غاشمة، على الرغم من أن البلاد تتمتع بخيرات وفيرة لم تستغل بعد إلا بعد وصول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، فأتى بنظام ديمقراطي توالت فيه اتجاهات السياسة. بعد ذلك فتحت البلاد آفاق جديدة وكذا توسيع دائرة علاقاتها مع الدول في القارة. وفي مطلع عام 2003 حيث بدأت سياسات البلاد تتجه نحو الاستفادة من معادنها واستخراج الذهب الأسود من أجزائها الجنوبية، مما ساعد البلاد في زيادة إيراداتها المالية ودعم اقتصادها، حيث سخرت لصالح التعليم والصحة البنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية. وفي عام 16 و2000 تأثرت كل دول العالم بسبب هبوط أسعار النفط عالميا وتدهور فيه الاقتصاد على الصعيدين المحلي والدولي، مما دفع البلاد إلى التوجه إلى مجالات أخرى تمثلت في الزراعة الثروة الحيوانية اللذان هما الدعم الأساسي في إنعاش الاقتصاد الوطني.